خلنا نتكلم عن رباب. انت كانت عندك اغنيه المفروض انها يعني تسوونها اغنيه وطنيه حق الكويت لكن وقفت على قولته ما رأت النور. شنو مشكلتها كانت يعني بفيصل؟ والله ما في مشكله بس لما جت رباب كانت في ابو ظبي فقلت لها اتصلت عليه يعني زمان فقلت لها ايش رايك تين عندنا للشارجه لان انا بلغتش. قال خليها تي يعني هني تحصل انا بقى يعني وما قصر الرجال. فجت رباب فصارت علاقتي بعد معاها يعني اخت كبيره هي الله يرحمها. فاجا الفنان عبد الامام عبد الله الممثل الكويتي طلال ايوه نعم ايه انا ما اعرفه انا اعرفه يعني كممثل بس ما اعرفه يعني شخصي شخصي. فعرفتني عليه رباب كنا ببيت رباب يعني فهو عرفني لان كانت ايام همشي كهم وكذا هذا فهو هم رجال نوجه له تحيه محترم حبيب القلب ايه ف كان يقول لي سيده كان بعد تدري ازمه فكان حامي قال عندي نص انا بيكم تغنونه يعني ايه قلت له خلاص هنشوف رباب يعني وكذا لأن بذاك الوقت رباب اسمها صراحة أقوى يعني وألمع فقلت له أوكي فلحنت فكنا يعني هم صارت خلية شغل يعني لأن بالأزمة يعني الفنانين الكويتيين والخليجيين كلهم تكاتفوا عشان الموضوع يعني فهي قدمت فأنا كان أسجلها ونفذها أخوي الفنان هم خالد ناصر لأن خالد منفذ يعني فهي كانت حق الكويت يعني أغنية وطنية. زين كل مرة بكر. غنيت بحلى نغم غنيت بحلى نغم غنى معاي الشوق غنى معاي الشوق يا كويت يا جمل وطن يا كويت يا احلى وطن للحب مدينا عروق للحب مدينا عروق اي غنيت بحلى نغم غنيت بحلى نغم غنى معاي الشوق غنى معاي الشوق يا كويت يا جمال وطن يا كويت يا جمال وطن للحب مدينا عروق للحب مدينا عروق مري على جرح الزمن وشيل جرحك يا وطن فوق الألم فوق 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 الألم فوق فوق غنيت بحلى نغم غنيت بحلى نغم غنى معاي الشوق غنى معاي يا كويت يا جمل وطن يا كويت يا احلى وطن للحب مدينا عروق مري على جرح الزمن وشيل جرحك يا وطن فوق الالم فوق 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 الالم فوق 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 الالم فوق 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 الالم فوق فوق الله 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 يسلم هالصوت هالعرب الحلو هذا والتون الجميل يسلم صوتك الله يخليك هذه كانت وقليل بحق الكويت حقيقه يعني انا اقولها يعني فبعد سجلناها وكذا بعدين يعني خبر قالوا لا تنزل لان انا عراقي وكان فخفت على اهلي صحيح وربعي يعني تدري كان الوضع كان قاسي يعني كان بعده كانت حامية لا كان بالغزو يعني أي هذه أعتقد سويناها شهر عشرة شهر عشرة يعني عقب شهرين من الغزو شهر ثمانية عقب شهرين من الغزو أي نعم هالشكل فأنا من الأغاني اللي أحبها يعني أعتز فيها وبعدها وبعد يعني حتى بعد التحرير هذا ما فكرت أنكم يعني تطلعون الأغنية هذه ليش ما سجلتوها هي تسجلت بس ما أدري لأن أعمال وايد أخذت حصة
ويعني تدري يعني وايد عندنا كانت اعمال واغاني وكذا بعد ما يتب براسي. بس انا اتذكر مرتين ثلاثه يطلبونها مني في ناس يعرفونها جميله والله بقعدات يعني بحفلات اغنيها لهم جميله.